السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله نحاول نديرو بارتي السابعة من الموديل لومبريولوجي استولوجي. دونك كنا توقفنا هنا بارتي السابعة، نخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون، اللي مازال ما تفرجش يدخل يتفرج لها. دونك غنبداو مباشرة إن شاء الله. كنا توقفنا هنا في ديفلوبمون دي فوليكول اوفاريان ماماليان. دونك على بيبرتي اون اوبسيرف شاك موا la poursuite de la myose de l'ovocyte 1 en parallèle avec la croissance de quelques follicules primordiaux qui vont devenir des follicules primaires. Donc, مزيان. Donc, في المرحلة ديال البلوغ كنلاحظوا chaque mois, كل شهر, la poursuite de la myose de l'ovocyte 1 en parallèle avec la croissance de quelques follicules. دونك الميوز يعني داك الانقسام الاختزالي لوفوسيت 1 شي كنا شفناه اون باراليل افيك موازاه مع لا كروسونس دو كيلك فوليكول، يعني بعض لي فوليكول بريمورديو اللي كيوليو لنا دي فوليكول بريمير، يعني كيكونوا صغار في الاول كيوليو لنا شويه كيكبروا كيوليو لنا فوليكول بريمير. مزيان. دونك ان دو سي فوليكول فا كرواتر دو مانيير بلو امبورطونت que les autres pour devenir le follicule secondaire. Donc très bien. Donc le follicule واحد من هاد لي بريمير هو اللي كيكبر وكيولي follicule secondaire. Donc ما يقدروش يكبروا لنا بزاف لان في لوفيلاسيون كتوقع لنا غي كتكون عندنا غي لوفيل وحده. دونك يعني خص يكون عندنا غي follicule واحد. دونك لي follicule الاخرين ما كيكبروش، يعني في الاول كيكونوا بزاف مي واحد اللي كيولي فوليكول سكوندير. مزيان. سو فوليكول فا بورسويف سا كرواسونس بور دوفونير لو فوليكول مير دو غراف، يعني كيستمر وكيولي لنا فوليكول ناضج كبير. دونك من بعد اون فان دو كرواسونس سو لي في دو بيك دو الاش le follicule va se rompre à la surface de l'ovaire et va expulser l'ovocyte dans la trompe. C'est l'ovulation. Très bien. Donc, من بعد كيسالي كيكبر يعني داك الفوليكول هذا كيوصل للتالي كيوقع لنا لوفيلاسيون. دونك هاد لوفيلاسيون باش توقع شكون اللي كيتحكم فيها هو هاد ال LH. دونك هاد الهرمون LH هو اللي مسؤول على لوفيلاسيون. Très bien. L'ovulation que tu as en 14 jours, 15 jours, dans le mois. L'ovulation. Très bien. Al-ibada. En moyenne, au 14e jour du cycle. Yani 14 jours. Donc, après l'ovulation, le follicule se transforme en gorgon. Très bien. Donc, quand l'ovulation, le follicule كيتحولنا كيولينا كورجون دون لا دوري دو في اي دونفيرون 12 جور. سيليا غروسيس لو كورجون فا بيرسيستي بوندون لو بروميير تريمستر دون لو كا كونترير ايل فا دوفونير فيبرو كوربلون بوي ديسباريتر كومبليتمون سي لا لوتيوليز. تري بيان. دونك هنا من بعد ما كتوقع لنا لوفيلاسيون قلنا الفوليكول ديالنا كيتحول كيولي كورجون. هاد الكورجون كيعيش كيبقى يعني واحد المده ديال 12 يوم ومن بعد كيوقع له ليتيوليز، يعني من بعد كيوقع له واحد الموت مبرمج لابوبتوز. دونك هادشي في حاله الا ما كانش عندنا حامل. حالا ما كانش عندنا الحمل هاد لو كورجون يعني كيموت كيوقع له اتلاف. اما في الحاله الا كان عندنا حمل لو كورجون كيبقى بزاف كيبقى في مرحله الحمل بزاف. هادشي مازال تشوفوه في الاي 5 انا التعمق في هادشي بزاف. هاد لو كورجون يعني في الحاله ديال الكروسي لو وقع عندنا الحمل دونك هاد لو كورجون ما كيموتش في 15 في 12 يوم كيستمر. مزيان. دونك كما كتشوفوا هنا ملخصين لداك الشيء كيبان في الشيما واضح. هذا لوفير كما كتشوفوه منا
عندنا لوفير وهذا كامل. دونك لداخل كتوقع لنا لوفوجينيز. هنايا في الاول كما كتشوفوا فوليكول بريمير، من بعد كيولي فوليكول سكوندير، من بعد كيتزاد كيولي جون فوليكول كافيتير. كيكون لاخر الديامتر ديالو 3 مليمتر شويه. هذه اللي كتكون هذه هي لوفوسيت اللي بالصفر هنايا. ومن بعد في هاد الكا هادي كتوقع لنا لوفيلاسيو. هنا كيوقع لنا لوفيلاسيو هاد لوفوسيت، دوك كيوقع لها الميوز وكتخرج برا. دونك هاد الفوليكل شنو كيوقع له؟ كيوقع كيتحول كيرجع كورجون. دونك هو كورجون. مون قلنا الا ما كانش انا الحمل غادي يستمر 12 شهر وغادي صافي غادي يموت. الا كان الحمل كيستمر مزيان. دونك هنا غندوزو سانتيز بوندون لوفوجينيز. ريبليكاسيون دو لا دي ان يعني تضاعف ديال لا دي ان. لوفوسيت 1 ريبليك دابور سون ا دي ان نوكليير كروموزوميك بوي سون ا دي ان سيتوبلازميك ميتوكوندريال. ا لا فان دو لوفوجينيز il y a 100 fois plus ADN mitochondrial que d'ADN nucléaire. مزيان هادشي باين. عندنا هنا السانتيز ديال دا ار ان، التركيب ديال لا ار ان تو لونغ دو لوفوجينيز اي ساكومول بور لا بلوبار دون لو سيتوبلازم سو فورم دو بارتيكول. لي ARN سورون اوتيليزي بوندو لا سوغمونتاسيون دو لومبريون. مزيان سانتيز دو بروتيين بوندو يعني التركيب ديال البروتيين بوندو لا فاز دو غران اكرواسمون. سي بروتيين سيرفيرون notablement durant la segmentation de l'embryon quand le nombre de cellules augmente exponentiellement. Synthèse de facteurs morphogènes l'ovétulu servira de réserve nutritive à l'embryon jusqu'à ce qu'il puisse se nourrir par lui-même. Bien. Donc l'ovocyte d'où la lovile, on s'appelle l'ovile. Chez l'humain, la ponte ovulaire ou ovulation se produit juste après la première division mitotique. C'est donc un ovocyte 2 qui est largué par l'ovaire et capté par le pavillon de l'oviducte. Mais bien. Et qui goulque un seul ovocyte 2 ou la lovule et imite tous les 28 jours environ depuis la puberté jusqu'à la ménopause par chacun des ovaires alternativement. مزيان كنحاول نقرا هذا الشيء لان سونسيل اننا نوصلوا ديك الزهرمون وحنا متاخرين شويه. هادشي يعني راه باين تقراوه وتفهموه. Le nombre total de gamètes produits par une femme pendant sa vie entière est de l'ordre de 400 à 500 au maximum. Mais il y a une bande de zoos chez les mohim. L'évolution des follicules durant un cycle ovarien et ovulaire. Donc, il y a quelque chose ici. دو لي فوليكول بريمورديال، من بعد كيولي فوليكول بريمير سكوندير فوليكول تيرتيير، ومن بعد يعني غادي توقع لنا لوفيلاسيون. مزيان. من بعد هنايا يعني فاز فوليكولير قبل من حتى 14 يوم من الزيرو، من النهار الاول حتى 14 يوم كتكون عندنا هاد الفاز نسميوها فاز فوليكولير الاولى. من في 14 يوم كتوقع لنا لوفيلاسيون الاباضه، ومن بعد كتوقع لنا فاز ليتيينيك لا ليتيال. دونك كيكون فيها لو كورجون كما كتشوفوا. لو سيكل مونستريال او لا كنقولوا لها الدوره الشهريه. سو لو تيرم دو cycle menstruel, on décrit l'ensemble des variations anatomiques et fonctionnelles de
l'appareil de reproduction, axe hypothalamo-hypophyso-ovarien et tractus génital, du début d'une menstruation à une autre. Donc, à chaque cycle, il y a ovulation et préparation de l'endomètre à une éventuelle nidation. مزيان هادشي راني غادي نشرحو كامل كاين لتحت. لا مونستياسيون اي لا ديسكام لا ديسكاماسيون دو لوندومتر كي مارك لا فان دو سيكل اون لابسونس دو نيداسيون. مزيان دونك شنو كيقولوا لك؟ يعني كما تعرفوا هنايا كاينين بزاف ديال لي زغمون اللي كيدخلوا لنا في هاد الشيء، يعني في المرحله ديال سيكل منستريال. عندنا في كل سيكل كتكون عندنا لوفيلاسيون الاباضه، وكيكون عندنا البريباراسيون ديال لوندوميتر. لوندوميتر كيكون لداخل في الرحم، يعني البريباراسيون كما كنقولوا، يعني كيكون داك كنقولوا التعشش بحال هكا، يعني كيكون كيوجد الجنين حيت مع غتوقع لوفيلاسيون. دونك ديك لوفيلاسيون الى وقعت لوفيلاسيون دونك وكان الاخصاب، دونك يعني غادي يكون عندنا واحد الجنين دونك والاخر الرحم كيبقى يوجد على حساب داك الجنين، يعني كي بحال داك العش كيبقى يوجد له فين يجي. دونك حيت ديك بعد كتوقع لوفيلاسيون كتجي، غادي نوريكم لتحت، غتجي ديك لوفيل من بعد الى وقع لها الاخصاب كتجي فين غتمشي؟ غتمشي لداخل الرحم، يعني تما فين كتبقى، تما فين كيكبر الجنين. دونك وعندنا لا مونستياسيون ولا لي ريغل اي لا ديسكاماسيون دو لوندوميتر كي مارك لا فان دو سيكل اون لابسونس دو نيداسيون. يعني فوقاش كيكون داك لي ريغل كيكونوا مي كيكون لابسونس دو نيداسيون، يعني الا ما كانش الاخصاب دونك ما يكونش جنين، دونك كتكون لا مونسترياسيون في التالي ديال الشهر، يعني في ديك 28 جوج هكا كتكون على حساب سا ديبون، كتبقى كتختلف من يعني من شخص الى اخر على حساب. كاين اللي تكون زائد 4 جوغ، كاين اللي ناقص 4 جوغ. دونك لا ديغي نورمال دوز هو هذا 28 زائد 4 ولا ناقص 4. دونك لا ديغي دي سيكل ني با كونستانت او كو دو لا في، يعني داكشي ماشي كونستانت كيبقى فاريابل. هنايا لوفيلاسيون بيرمي دو ديفينير لا فاز فوليكولير et la phase lutéale. Vas-y. Cycle هنايا هادشي ديجا شفناه. مزيان هذا هو اللي قلت لكم لوندوميتر، داك البريباراسي ديال لوندوميتر كما كتشوفوا منا كيبدا يشوف الاول كيفاش كان، شويه كيبدا لوندوميتر كيوجد باش الى جا الجنين كيجي هنايا، يعني كيصاوب له بحال العش باش كيتفيكس تما وكيبقى تما كيكبر في ديك البلاصه. مزيان هادو اللي كتشوفو هنا الشعيرات الدمويه. دونك هذا شنو كيوقع له؟ كيوقع يعني كيوجد كيكون في الاول هاكي كيكون، في التالي بعد ما كتوقع لنا لوفيلاسيون كيبقى يوجد في التالي في 28، يعني الا كان وقعنا الحمل وقع الاخصاب وقع الحمل دونك داك الجنين غيجي هنا يبقى هنا. الا ما كانش وقع لنا الحمل دونك هذا حتى هو كيتحيد، يعني في 28 كيوقع له الاتلاف صافي عاوتاني كيتعاود من جديد. دونك غلاند اندوكرين لي على ريبرودكشن. دونك غادي نشوفو دابا لي زهرمون اللي كيتحكموا لنا في هذا الشيء كامل. كما كنا شفنا عند الذكر كنا كنشوفوا هاد لي بوتالاميس او لي بوفيس، كنا شفنا ال ال اش و لي اف اس اش. دونك اليوم غادي نشوفوا عاوتاني هنايا كونترول هرمونال دو لوفوجينيز. الحصه اللي فاتت كنا شفنا ديال سبيرماتوجينيز، دابا ديال لوفوجينيز.
L'hypothalamus sécrète la GnRH. L'hypophyse sécrète deux hormones, les hormones FSH ou LH. Donc, les ovaires sécrètent l'ovaire qui sécrète la jauge des hormones, les hormones l'œstrogène ou la progestérone. Donc, Hadouk est sécrété par le follicule dominant et le cojon. Mais il y a qui est sécrété le follicule dominant ou le cojon. Comment que tu vois là? يعني هنا كما كتشوفوا هنايا فاز فوليكولير اللي كنا شفناها من 0 حتى 14 يوم كتكون الكروسونس ديال الفوليكول. شنو كيكون عندنا فيها؟ كيكون عندنا فيها اوسترو ديول ولا كنقولوا له اوستروجين، بحال بحال اوستروجين ولا اوسترو ديول هو اللي كيكون عندنا هنايا في هذه المرحله. من بعد في الاوفيلاسيون كينزل و كيبقى يعني ناقص، كيبقى كونستانت. مي العكس ديال البروجستيرون اللي كيكون هنايا نازل، ومن بعد ملي كتوقع لوفيلاسيو كيولي يطلع، هو اللي كيكون حتى كتسالى ديك السيكل ميستريال. مزيان. دونك هنا اكس ايبوتالامو ايبوفيزو اوفاريان لي ميكانيزم اسونسييل ريجيسون لي رولاسيون انتر لي تخوا سون. Sécrétion de GnRH par l'hypothalamus qui stimule la sécrétion des gonadotrophines, les HOMA et les FH. Et donc, on a vu le dor dialo dans la vidéo 16. On a vu le dor dialo qui stimule la sécrétion des LH ou FSH. L'hypophyse. L'hypophyse sécrète gonadotrophine uniquement en présence de GnRH. Donc, l'hypophyse qui est sécrétée dans LH, FSH, فقط il a كان هاد GnRH. يعني حتى كيستيمولي هاد GnRH عاد كيستطع l'hypophyse qui est sécrétée dans LH, FSH. Et les quantités sont régulées par les stéroïdes. يعني les quantités, le كمية كتريغيلا عن طريق les stéroïdes اللي هما استروجين او بروجستيرون. دونك لي زوفير سون اورغان سيبل اي اكسيرس اون ريترو اكسيون سور لا سيكريسيون دو غونادوتروفين لي هما بار سيكريسيون دي ستيرويد. واخا تشا نشوفو هنايا كامل في واحد الخطاطه اللي كيبين داكشي مزيان. دونك هنايا شنو دايرين هنا؟ عطاونا داكشي يعني لي بوتالاميس كي سيكريتينا جينيراج، جينيراج كي ستيمولي لي بوفيز، لي بوفيز باش كي سيكريتينا ال اف اس اش و ال اش. كيما كتشوفو هنا لي زورمون ديال اف اس اش و ال اش، ال اش كتبقى هكا هكا فوقاش كطلع، كديرنا هنا واحد البيك ديال لوفيلاتوار اللي كيما كنا شفناها قبيله قلت لكم لوفيلاسيو كيكون مسؤول عليها ال اش، كيكون كيدير واحد البيك هو اللي كي مسؤول على لوفيلاسيون. مزيان. والاف اس اش حتى هو كيكون شويه مرتفع كيبقى ينزل، حنايا كيطلع شويه وكيولي ينزل. مزيان. و بقى لنا اوستروجين و بروجيستيرون، كنا هضرنا عليهم قبيله قلت لكم اوستروجين كيطلع في الاول في فاز فوليكولير ومن بعد كينزل فلوفيلاسيون كيولي كيبقى كونستونت. الاخر بروجستيرون كيكون في الاول نازل حتى في ديك لوفيلاسيون كيولي يطلع، كتوقع لوفيلاسيون كيبقى يطلع. دونك هنايا شنو واخا غادي نشوفو هنا لتحت راهم دايرين داكشي كامل ونوليو نشرحو تما. فاريياسيون او كور دو دي سيكل LH ou l'AFSH. LH. Yani qui est plus long en phase. Pic sur 1 à 3 jours pendant l'ovulation. Là, il y a en phase folliculaire. Ou là, il y a qui dit un pic.
كيطلع في المرحله ديال لوفيلاسيون حيت هو اللي مسؤول لوفيلاسيون. من بعد كيكون موان لون بوندون لا فاز لوتيال كما كتشوفوا هنا. ها هو ال اش كيطلع هنايا ومن بعد كينزل دما بيك هنايا. الاف اس اش كيدير لنا بلاطو اون فاز فوليكولير ديكلين لونت بيك اف اس اش contemporaine du pic de LH, mais plus courte et moins importante. Baisse pendant phase luthiale. Comme vous le voyez ici, il y a un plateau ici, dans la phase folliculaire. Après, il y a un déclin long. Après, le pic de FSH, مع ديال ال اش مي كيكون صغير ومن بعد كيولي بيس بوندون فاز لوتيال كيولي ينقص من بعد لا فاز فوليكيول من بعد في الفاز لوتيال. مزيان. دونك كيما كتشوفوا يعني ال اش كيتوغمونطا غير بلاتي لونطومون في المرحله ديال فوليكيولير. من بعد كيوقع له لوفيلاسيون من بعد كيديمينيسيا عاوتاني لونطومون في لا فاز لوتيال. والاف اس اش في الاول كيدير بلاطون فاز فوليكولير كيديك لنا لونط من بعد كيدير بيك كيكون صغير ديال اف اس اش في المرحله ديال 14 يوم ومن بعد كينزل في المرحله ديال لوتيال. دونك هاد الشيء راه يقدروا يحطوا لكم في الامتحان كيركز على هاد لي زورمون يعطيك بحال هذا يقول لك اكسبليكي وتشرح اناليزي وتكسبليكي. دونك دابا بقى لنا هاد الهرمون هذا مازال ما هضرناش عليه لي زوستروجين اوغمونت لون بوي رابيد 7 ا 8 جور افون لو بيك دو ال اش كما كتشوفوا هنا. ها هو كيت اوغمونت قبل بواحد 7 ايام حتى 8 ايام قبل 14 يوم قبل لوفيلاسيون. ها هو كيطلع كيولي ينزل قالك تو ماكسيمال في باي دو بيك شوت بريتال كيولي ينقص في لافاز لوتيال يعني في الوثيقه كيبان داكشي مزيان. ندوزو للبروجستيرون. بروجستيرون تو كازي نول اون فاز فوليكولير كيكون تقريبا منعدم كيكون منعدم شبه منعدم في الفاز فوليكولير ومن بعد كيبقى يطلع انطلاقا من لوفيلاسيون بعد 14 يوم كيبدا يطلع وكينزل اون فان دو سيكل من كتسالى 28 كينزل. دونك كيما تشوفوا هنايا دايرينو هنا استروجين او بروجستيرون لي زيفي سور لي زورغان سيبل. دونك اندوميتر en phase folliculaire, phase proliférative avec épaississement de l'endomètre. En phase lutéale, phase sécrétoire, endomètre dans sa maturité, elle est prête à une éventuelle nidation ou à une prochaine menstruation. Vas-y. Donc, qui manque comme l'endomètre, كيكون الداخل في كنا شفنا كيكون الداخل في الرحم في المرحلة ديال الفوليكولير كيكون فاز بروليفيراتيف افيك ايبيزيسمون دو لوندوميتر كيبقى يعرى داك السمك ديال لوندوميتر يعني كيكون التعشش كيوجد داك الجنين اللي جاي. في لافاز لوتيال بعد يعني بعد لوفيلاسيون من 14 حتى 28 لوندوميتر يا اما غادي يوصل يعني غادي يكون واجد باش يستقبل داك الجنين. هادشي الا كان وقع الاخصاب وقع في كونداسيون الا ما كانش وقع في كونداسيون دونك غادي حتى هو غادي يوقع له الاتلاف في النهايه ويوقع له يعني غيمشي في داك المهم وقع منستخياسيون.
Donc, rendez-vous. Menstruation, Arba, Tastajour, marque début du cycle. Adi, Beina. Col, uterin, glaire cervicale. Onok, Arrahimada. En phase pré-ovulatoire, abondante et filante. En phase ovulatoire, limpide, filance maximale large, permet survie des spermatozoïdes et passage du corps. En phase post-ovulatoire, coagulée et forme une barrière de protection. Donc, chez la béine, température. Donc, هنا غادي نشوفو هادشي ملخص مزيان باين وي تمبيراتور ما هضرناش تمبيراتور كتكون طالعة شوية في المرحلة ديال ابخي لوفيلاسيون كيما كتشوف ابخي لوفيلاسيون كتكون عندنا فلوفيلاسيون كتنزل فلوفيلاسيون كتنزل كتولي 36 فاصله 5 كما كتشوفوا هنا ومن بعد كطلع يعني كاين شونجمون في التمبيراتور مي اللي كيهمنا حنا هو هاد الخطط هادي هيبوطالاميس بلا جينيراش جينيراش كيستيمولي لي بوفيز باش يسكريتي ان اف اس اتش و ال اتش الاف اس اتش و ال اتش كيستيمولي لوفير اللي كتسكريتينا الاستروجين او بروجستيرون دونك هنايا لي زورمون فيمينين ايبوطالاميس سيكريت جينيراش كي ستيمول لي بوفيس سيكريت اف اس اتش ال اتش كي ستيمول لي زوفير دونك هنا ليكسبليكاسيون هادشي راه دونك يسولك على ديك الوثيقه راه تبقى تكتب له هادشي لوفير كي سيكريتينا استروجين بروجستيرون دابا خصك تعرف لي في ساشو ال اش لي بوفيز هو اللي كيسيكريتيهم الاستروجين و البروجستيرون كيسيكريتيهم لوفير طو ديال الاستروجين و البروجستيرون كي اوغمونطا اللي كيكون طالع بزاف جينير اش ديمين اي انفيرسمون العكس ريترو كونترول فيدباك يعني نشوفو هنا راهم حاطين هنا دونك هانتوما نهار كيكون طالع هاد الاخر لي زومون ديال لوفير كيقدرو يديرو لنا ريترو كونترول نيجاتيف يعني بحال اللي كنا شفنا عند الدكار باش تحبس الاف اس اتش والاي ال اتش ما تسكريتاش بزاف خاص شي حاجه اللي تحبس هاد جي ان ار اتش يعني خاص يكون كونترول نيجاتيف كيدار ليبوتالاميس باش ما يسكريتيناش جي ان ار اتش ولا هنايا ليبوفيز باش ما يسكريتيناش لي في اس اتش و لي راش دونك غادي نقراو هادشي غيتخو كونترول او ديبي دو لا فاز فوليكولير اون فيبل اوغمونطاسيون دو تو دي ازوستروجين انيب لا سيكريسيون دو اف اس اتش اي دو ال اتش سي لا ريترو كونترول نيجاتيف يعني في الديبي ديال لا فاز فوليكولير ملي كتكون يلاه باغا تبدي كيكون اون فيبل اوغمونطاسيون دو تو دو ازوستروجين الاستروجين كيكون يلاه بدا كيتاوغمونطا شويه كي اني بلا سيكريسيون ديال الاف اس اتش ولا ال ال اتش مزيان ما كيخليهمش كي اني بلا سيكريسيون ديال يعني هنا دا ريترو كونترول نيجاتيف وعندنا عاوتاني على فان دو لا فاز فوليكولير في النهايه يعني في 28 يوم اون فور اوغمونطاسيون دو تو دو زوستروجين اللي كيكون عندنا طالع بار كروسونس دو فوليكول déclenche عفوا هنا اون فان دو لا فاز فوليكولير كيكون يعني قبل 14 يوم قبل ما توقع لوفيلاسيون كيكون عندنا الاستروجين كيكون اون فور اوغمونطاسيون دو تو دو دي زوستروجين يعني الاستروجين كيكون طالع عندنا بزاف قبل ما توقع لوفيلاسيون دونك ديكلونش لي بيك دو اف اس اتش اي ال اتش هو اللي كيحفز باش يكون عندنا ريكتر كونترول بوزيتيف يعني كيحفز
داك لي بوتالاميس باش يسكريتي لنا جي ان ار اش، و جي ان ار اش كيسكريتي كيستيمولي لنا لي بوفيز باش كيسكريتي لنا الاف اس اش و ال اش اللي مهمين في المرحله ديال لوفيلاسيون. باش ال اش كدير لنا داك البيك الكبير باش دير لوفيلاسيون، حتى الاف اس اش كتكون واحد البيك ولكن غير صغير. اي سو برودوي اون ريتر كونترول بوزيتيف اونتخين لوفيلاسيون. دونك هادشي اللي كاين. وعاوتاني في اون فاز لوتيال، يعني من بعد ما توقع لوفيلاسيون، لي طو الفي دي بروجستيرون اي اوستروجين ينيب لا سيكريسيون. عاوتاني من بعد ما كتوقع لوفيلاسيون كتكون عندنا لا فاز لوتيال، كيكون البروجستيرون طالع بزاف، حتى الاوستروجين كيكون شويه طالع. هادو يعني داك لو طو ديالهم اللي كيكون الفي كي ينيب لا سيكريسيون ديال ال اش اف اس اش، يعني كيدير ريترو كونترول نيجاتيف. دونك هادشي اللي كاين في هادشي كامل هاهي هنا كيلخصو كما كتشوفوا هنا لي بوف لي بوتالاميس لي بوفيز اف اس اش ال اش لوفير اوستروجين يوتيروس. دونك كيديرولنا لي ريترو كونترول نيجاتيف هنايا، كينيبيو لا سيكريسيون ديال اف اس اش او ال اش. دونك هنايا هادي ديال دو بروميير جور او تخوازيام جور، هنا في 14 يوم حتى 28 يوم، يعني فاز لوتيال الاولى فاز فوليكيولير. دونك هادشي راني شرحته لكم يعني واضح كما ينبغي. دونك حنا غادي تحبس الفيديو ديالنا، نكملو فيديو اخر ان شاء الله، غنحاولو ندخلو لومبريو جينيس. دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو، الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.